الدكتورة إكرام حاسيب، رئيسة قسم المستعجلات بمستشفى الخاص الفارابي. مرحبا بكم مع مشاركم بروكا. ألوغ الشقيقة في شهر رمضان هي واحد المشكل كيعانيو منه 80% ديال الناس، سورتو في 5 أيام الأولى. وهاد المشكل كيجي نتيجة تغير العادات ديالهم، تغير ساعات النوم، كنقصوا شوية في ساعات النوم، الوقيتة فاش كنعسو كديكالا لينا باغابوغ الأيام العادية. دونك هذا مشكل عادي كيجي عند جميع الناس في الأول، كيولي انكيتون، كنوليو نخافوا منه فاش كيديباسي لا بروميير سيمين ديال 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 هاد الشهر. دونك فاش كديباسي لا بروميير سيمين كتخاف تكون مشكل عضوي. الأرق في رمضان والصداع في رمضان، وكي كنقولوا حنا الشقيقة في رمضان، هي واحد المشكل ناتج على انخفاض مستوى سكر الدم، بحيث ان الناس سورتو في السحور كيرتكبوا واحد الخطا اللي هو كبير، انهم كياخذوا السكريات سريعه الذوبان، كياخذوا الشبكيه، كياخذوا بريوات، كياخذوا الحلويات، هما عند بالهم بانهم هكاك راه غدارهم لينيرجي غاد، الوغ كو سي نو، هادوك سي دي سكر رابيد، سكريات سريعه الذوبان، رابيدمون كيهبطوا كيت ابسوربا. دونك سكر الدم كيهبط، وكنديروا البيك دانسولين، وكيعطيونا لي سيفالي لي سيفالي دوجا، هما الحالات كي نقولوا حنا بالعربيه الشقيقه. دونك باش نيفيتيو هذا، باش كنصحوا الناس في وجبه السحور. بعدا وجبه السحور هي واحد الوجبه مهمه اللي لا بلوبار فينا ولا كينقزها. الوغ انا باش كنصح الناس، وجبه السحور واحد الوجبه مهمه، خصنا ديما نحترموها، ويكون فيها واحد لو غوبا اللي هو متكامل، وكنانسيستي على النشويات يكونوا كثار، لانهم سكريات بطيئه الذوبان. دونك كنحاولوا ديك لا ماتيني ولا حتى الظهر وحنا غاديين بلينيرجي ديال السحور. دونك حتى الوقيته فين كيجيونا لي سيفالي كيجيونا شويه في العشيه، وكينقص الحده ديالهم، ماشي بحال فاش كناخذوا سكريات سريعه الذوبان في السحور. دونك مع الصباح كينوض المواطن بصداع في الراس. داكو، النصيحه الثانيه اللي كنعطي هي ساعات النوم. نحاولوا 7 سوايع ديال النوم تكون مجموعه ولا نقسموها، المهم يكون في لا توتاليتي مينيموم 7 اور ديال السومي، حتى النعاس هو كيسرح هذا. دوزيامون نحاولوا نبعدوا من شويه من التوتر وداك ستريس ديال رمضان، وخصنا نديرو الشهر ما مديورش لداكشي، مديور الحوايج اخرى، مديور هذا.